مرحبا بكم في الاكوا بارك. الاكوا بارك جديد، حاجة مليحة برشا خاصة المتساكني برج بوعريريج. بصراحة حاجة هايلة برشا، خاصة أنه البارك هذايا معناها يتوفر على عديد من الأشياء. أهم حاجة موجودة لهنا هي الطوبوغون. الطوبوغون تراو فيه ورايا هو أطول طوبوغون في شمال إفريقيا، معناها طويل برشا. الطوبوغون هذا محلول من 9 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية. بالنسبة للأسوام الدخول باش نحكيه عليها، بالنسبة من 9 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشية ب 120 ألف، بالنسبة للأدولت وبالنسبة للبورونفون ب 60 ألف. من 9 حتى لل 12 متاع الليل يتيح السوم شوية، بور أدولت يولي 100 ألف والبورونفون يولي 50 ألف. هالمعلم هذايا ولا هالصرح هذايا فيه برشا مكونات. عندنا الطوبوغون لورايا، وعندنا بيسينا فاك. بيسين هذايا باش تفتح في غضون 3-4 أيام، فيه لي فاك، معناها في دي ماشين كبار يطلعوا لي فاك كأنك في البحر بالضبط اكزاكت. فما زادا بيسين بور انفون للصغار، فيه زادا طوبوغون بور انفون صغار، معناها زادا عندنا البيتزارية، عندنا لي ريستورون، عندنا لي غرون تونت. نظافة بالدرجة الأولى نشتاء وليش عشان يلعبوا بلا سيكوريتي. Alors ma première impression, franchement j'ai apprécié, c'est agréable, les activités, le respect, qu'est-ce qu'il y a encore à dire, l'infirmerie, justement on a eu un petit problème avec, avec ma fille, ils sont intervenus de suite, ça j'ai apprécié. احنا جينا من سيلا، هذا المرفق هايل يلبي الاحتياجات تاع حنايا القراب للبرج، المناطق المجاوره هذا يلبينا. ما كانش عندنا اكوا هكذا وين نروحوا نعوموا ونبدلوا الجو باهي. يعني جمعيه الوئام تسمى جبنا الاولاد هذو تسمى ترفهوا شويه وعجبتنا، ان شاء الله نعاودوها بربي ان شاء الله.